تعبنا من حركات الرجال، الأسئلة اللي جات لي في الفترة الأخيرة على الانستجرام أو على الفيسبوك تتلخص كلها تحت العنوان ده: تعبنا من حركات الرجال اللي بتوعد وتخلف اللي بتقرب وتبعد اللي بتشوف غيري وأنا معاها اللي هتتجنن عليا وبعد فترة بتتغير. إيه السبب أو الحاجة أو النصيحة اللي أنت في حلقة النهاردة يا محمد يا أبو زيد عامل الفيديو ده عشانها تقدر توجه نصيحة لكل النساء حتى لو هم قبل الجواز او بعد الجواز؟ نصيحة كده زي ما احنا بنقول غالية قوي لا تقدر، بمال تخلي الرجل ده متعلق ومش بس كده ما يقدرش ينساها ويا ريت لو يدمنها. تمام، هو ده موضوع حلقتنا وفيديو مهم قوي وحلقة مهمة قوي، وبرحب بيكم قوي وبدعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، وتعالوا بينا نبتدي واكتبوا لي رأيكم في الحلقة لأن أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم. ويلا بينا، إيه الثلاث صفات الأم اللي أي رجل بيشترك فيهم أو بيشترك فيهم كل الرجال في نظرتهم للأنثى؟ هما ثلاث حاجات كده أي رجل يحبها في الأنثى: الحلوة، الحلوة هي تخلي بالكم الأنثى الحلوة أو المهتمية بنفسها، النغشة اللي دمها خفيف، ادي القاعدة التانية اهي للمثلث اللي دمها خفيف، يا سلام بقى حتة تقل او غموض، ادي المثلث، ادي المثلث اللي بيحصر الرجل وبيخليه هيتجنن على الانثى دي. الثلاث صفات دول الف ب الف ب جذب رجل وتعلقه. لو انا كأنثى دلوقتي وما عنديش خبرات وعايز افهم عالم الرجال الغريب واللي كتير بيقول عليه صعب ده، ما ينفعش يكون غايب عني الثلاث نقاط دول اللي انا قلتهم: الاهتمام بالنفس، النغشة اللي دمها خفيف على قد ما تقدر، حتة تقل كده او غموض. بس في حاجة تانية اهم من ده، في كتير من النساء عارفين كده ولكن الموضوع بيتغير تماما لما بتحب الانثى. الأنثى لما بتحب بتعمل حاجات ملهاش لازمة، بتخلي بعد ما كانت مطلوبة أصبحت مش مطلوبة، بعد ما كانت مرغوبة قوي أصبح عادي الموضوع عنده، بعد ما كانت نمرة واحد ونفسه يوصل لها بقى في تانية عايز يوصل لها وبقت عادية. ركزوا معايا، احنا داخلين دلوقتي في المهمة: أنا أعمل إيه كأنثى لو بدأت أتعلق أو أحب عشان أحافظ عليه أو أخليه حتى عمره في حياته مهما قابل ما يقدرش ان هو ينساني؟ خلي بالكم احنا كرجال ما بنقولش على الانثى ان هي سهلة او نقول عليها اي كلام او نبعد عنها مهما ضحكت ومهما هزرت ومهما اتكلمت ومهما لبست حتى لو لبسها اوفر ومهما عملت ومهما ابتسمت ومهما اتكلمت معانا وهزرت. بالعكس، ده ممكن يشدنا قوي ويشوقنا قوي ليها. احنا بنقول عليها كده لو فرطت في نفسها، يعني لو كان نفسها عندها سهلة. كل اللي احنا بنقوله ده معلومات خطأ عادي، بالعكس ده احنا بنقول عليها مرحة وحلوة قوي وجذابة قوي ودمها خفيف قوي والحياة معاها جنان قوي. ولكن الانثى لما بتحب ممكن تقدم تنازلات، وهو ده الخطأ. ساعة ما الانثى قدمت تنازلات والرجل وصل للي هو عايزه أصبح الموضوع سهل، أصبح الموضوع ما عادش بحلاوته اللي كان فيها في البداية، أصبح القمر البعيد اللي كنت ببصله ونفسي إن أنا أطوله بعد ما طلعت فوقه ودبدبت ومشيت عليه خلاص ما عادش بنفس البريق والإلحاح اللي أنا كنت شايفه بيه في البداية وإن أنا كان نفسي إن أنا أوصله. طيب أعمل إيه؟ انا كأنثى ما تتوهنيش بقى معاك، بسمع الفيديو معاك من البدايه لحد دلوقتي اعمل ايه؟ ما هو انا اتعامل معاه واقفل واعمل ما اخاف يبعد عني، طب اماين شويه ما انت بتقول لي هيبعد. اسمعي بقى، اللي جاي ده هو المهم وهو ده السبب الاشهر لتعلق وعدم نسيان الرجل بشكل عام بالانثى اللي هتخلي بالها من النقطه دي. لعي وتشائي وهزري وتحكي والبسي زي ما انت عايزة في حدود مجتمعك وبيئتك مادام ده اللي المعظم بيلبسه كل البنات اللي في سنك او بيعملوه. اعملي، خلي الرجل يشتاق لك، خليكي حاجة دايما كده بتلمع، خليكي شخصية كده مش مفهومة شوية ده مطلوب اوي، خليكي واحدة مهتمية بنفسك، اتكلمي عادي، اتحكي عادي، هزري عادي،
شوائي وما تدوقيش، وانا دايما بقولها، وهي دي اللي ما بتعرفش الانثى تعملها لما تحب. الانثى ممكن تعمل كده قبل ما تحب او تتعلق، ساعة ما تحب او تتعلق بتنسى تماما القاعدة دي، وممكن تستسلم لتهديدات الرجل، هيبعد من انت كده، مش عجباني، انت مش بتريحيني، انت بتعذبيني. بتضعف الانثى بطبعها. لا، حتة التشويق، طول ما انت فيكي حاجة او اكتر بتشده وهو ما وصلش ليها، ما يقدرش ينساك. حتى لو بعد فترة هيرجع، حتى لو بعد فترة هيبقى مش مرتاح، عايز ان هو يوصل للحاجة دي، لانه ما خدش غرضه زي ما احنا بنقول، ما خدش اللي بيطمح ليه، ما خدش اللي هو بيتمنى. هي دي النقطة المحورية صدقوني، وهي دي فطرة الرجل، وهو ده اللي بيأكده ليكي علم النفس وبيحسك عليه، مع الثلاث صفات المثلث اللي احنا قلناه في البداية. مع القاعدة دي هجننك، هولع فيك، هخليك يعني مشتاق ليا، هضحك وههزر وهتدلع وهلبس وهعمل كل حاجة، هعمل لك هسهس في دماغك، هجننك. بس ان انت تيجي تدوق، لا، دي النصيحة اللي انا عايز اقولها في الحلقة دي لأي بنت. وصدقيني عمره في حياته كده ما يقدر يبعد، عمره في حياته ما يقدر ان هو خلاص. اصل بصوا، احنا طبيعة الانسان معروفة، حتى اللي هي متجوزة تقدر ان هي تنفس كده بايه اللي احنا قلناه برضو في البداية ده، التلات قواعد دول اوعي ان انت تهمليهم، دول الف ب في الموضوع ده، الف ب تعلق او تعليق الرجل بيكي. قاعدة واحدة بسيطة من كلمتين ثلاثة، مش كل ما يحتاجك يلاقيك، حتى لو هو جوزك، بس لازم الذكاء بتاع الأنثى يكون هنا. ما تحسسهوش ان انت رافضة الموضوع او ان انت بتتقلي عليه، لا، في مرة مشغولة بتعملي حاجة، وانا دايما بقول لازم يبقى ليك هواية بتمارسيها، في مرة تعبانة ما انتش قادرة، في مرة هتصحي بدري عندك شغل، في مرة في زيارة عند حد من اهلك، في مرة منشغلة في حاجة، وفي نفس الوقت ما بتهمليش في نفسك، لان انت لو اهملت في نفسك هيقولك في داهية، كويس ان هي جات منها. ولكن امشي بالقاعدة دي، يعني اهتمام بالنفس مع دلع مع فرفشة. خلاص هو اعتقد حاجة وما لقاهاش، يصبح تاني يوم او اليوم اللي بعده او اللي بعده هيتجنن. هي دي مع شوية بقى تغيير للروتين، مع شوية كسر للروتين، تغيير في الطريقة، في الأسلوب، في اللبس، في القصة، في التسريحة، الحاجات دي مطلوبة، اللي هو التجدد، كسر الروتين على قد ما تقدري. دي للمتزوجين كمان أكتر من اللي هم قبل علاقات الزواج، جربوا دي وهتدعولي، والشباب هيدعوا عليا، ما أنا عارف أنا بقول إيه، يعني اللي هيجرب كده من الناس صدقوني، بس ما تستعجليش على النتيجة. اتقالي كده على الرز لما يستوي، زي ما احنا بنقول الطبخة لما تستوي بيبقى طعمها جنان، حاجة تانية خالص، وشوف النتيجة بعد كده. ما تتسرعش في الحكم، التسرع ده وحش قوي وبيضيعنا فرص كتيرة قوي. اتقالي كده وراقبي، راقبي النتائج، وما دام انت ماشية صح صدقيني مش هيحصل غير الصح. استحالة انا ازرع صح والزرعة تطلع غلط، استحالة انا امشي صح واوصل في النهاية لطريق غلط. هو ده القاعدة، وما تبصيش وراكي او لكلام الناس، لان في قاعدة حلوة قوي اسمها الملتفت لا يصل. اللي انا لو قدامي ثلاث طرق دلوقتي وعايز اوصل، واحد اجي اقرر امشي من اللي في النص، واحد يقول لي لا ده اليمين احسن، واحد يقول لي ده الشمال احسن، وواحد تاني يقول لي لا اللي في النص. لو قعدت اسمع لكلام المحيطين مش همشي، وفي النهاية مش هوصل، همشي هنا شوية وارجع امشي هنا شوية وارجع امشي هنا شوية، لا، يبقى انا اكون فاهمة وعارفة ايه الصح وامشي فيه للاخر، ما يجيش في النص كده حد يقول لي انت ماشي غلط اجي راجع، لا، انا اتأكدت من البداية ان ده هو الصح وهكمل فيه للنهاية. اكتبوا لي اراءكم في الحلقة دي، بيهمني جدا ان انا اقرا تعليقاتكم. عندنا قناتين تانيين، اسال محمد وعيلته، وقناه للكوره هاتريك كوره، اللي بيسال ازاي اتواصل معاه، الانستجرام والفيسبوك، كل الرابط دي في وصف الفيديو، او لو انت على الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات. واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد نصاب اعملوا له بلوك، لو بتشوفوا فيديوهاتي او حلقاتي
عنده، واللي بعت لي انا بعتذر جدا لكثرة الرسائل، هرد عليه عاجلا ام اجلا، ما تزعلوش مني يا اجمل عيلة واجمل ناس في الدنيا، والى اللقاء.